All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. سؤال قبل ما نبدأ المقطع، مين تحس إنه القائد الفعلي للعصابة؟ هل هو خوسيه ماثيوز أو دوتش؟ هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن الشخصية المخضرمة خوسيه ماثيوز، وراح نتكلم عن بعض التفاصيل الموجودة فيه وبعض التفاصيل الموجودة في شخصية الأسطورية جدا، وأيضا راح نذكر حياته قبل وبعد، يعني راح نفصل تفصيل كامل في شخصية خوسيه ماثيوز. فيلا نخش في المقطع. خوسيه ماثيوز، داهية، فنان، رجل نبيل وسارق محترف. خوسيه هو اليد اليمنى ومساعد دوتش الأساسي لمدة 20 سنة كاملة. خوسيه حاد الذكاء وعبقري، ويمكنه بسهولة التلاعب بعقل الشخص فقط بالكلام. طبعا ما نعرف الكثير عن ماضي خوسيه ماثيوز، لكن عندنا بعض المعلومات القيمة اللي ممكن تعطينا نبذة عنه. خوسيه نشأ وترعرع في قرية صغيرة في أعلى الجبال، وأيضا خوسيه عاش بعض الوقت مع والده، ووصف الحياة مع والده بحياة الخطيئة والفجور. والد خوسيه فارق الحياة بعمر 75 عام، وأيضا خوسيه نوعا ما كان يحب والده، لأنه في الأول والأخير يبقى أبوه، مع أنه يحبه لكن ما شاف والده في حياته كاملة إلا 3 مرات فقط. في الماضي خوسيه قابل ووقع في حب امرأة اسمها بيسي. خوسيه حب بيسي كثيرا، بل انه من حبه الكبير لها ترك العصابة مؤقتا ليقضي بعض الوقت معها، ولكنها توفت في عام 1899 ليعود مرة اخرى خوسيه للعصابة. منذ صغره خوسيه كان سارق محترف بشهادة الكثير، وفي احد الحانات التقى خوسيه بدوتش. وكيف التقوا؟ التقوا وقابلوا بعضهم لما اثنينهم حاولوا يسرقون بعضهم البعض. طبعا بعد الحادثة دوتش وخوسيه اصبحوا صديقين مقربين جدا، وسويا كونوا عصابة دوتش فندرليند عام 1870 ميلادي. وترتيب العصابة كان كالتالي: دوتش الرئيس، وخوسيه يده اليمنى ومساعده الرئيسي. بعد ذلك لينضم لهم آرثر مورغان. خوسيه هو أكبر أفراد العصابة سنا وأكثرهم عقلانية. طبعا خوسيه دائما يحب الخير للكل، ودائما كان ينصح دوتش ويقول له على الصح والخطأ من البداية إلى النهاية، ودائما كان يقول لدوتش إنك أنت دائما تستخدم اللي هو العنف والقتل وغيرها، حاول بقدر الإمكان إنك تستخدم عقلك وتبعد عن العنف وغيرها. فكان دائما ينصح دوتش، لكن دوتش يعني ياخذ اللي يعجبه ويترك العديد من نصايح خوسيه. طبعا خوسيه يحب الكثير من أفراد العصابة ويكره البعض منهم. أكثر فرد يحب خوسيه كثيرا هو جاك مورستن، وخوسيه دائما يحاول انه يعلم جاك القراءة، وهذا هو المقطع. Hey. What does that say? I don't know. Ah, there. Try again, Jackie. I said I don't know. And I said try again. I can't do it. No, you won't do it. But you sure as rain is wet can do it. Reading is boring. Arthur, could you give us a minute? I'm trying to teach the boy to read. No, stupidity is boring. Reading is the one hope you got at not being born. I can't. I already tried. Try again. So, the bad prince was punished for his greed and cast out of the kingdom. Kingdom. What's a kingdom? I don't know. I guess where your king lives.
I thought that was a castle. See, you're smart. So quit acting dumb. I'm trying, Mama. You ain't trying much. I want to be a gunslinger when I grow up. Over my dead body? You will be a lawyer. You do the hanging, not the swinging. You hear me? I hear you, Mama. Can I go play now? Sure. We'll try again soon. وأيضا يكره بعضهم زي مايكا وبيل ويليامسون. What you reading, old fella? Just a book. You don't like me much, do you? No, not much. When you're dead, I'll miss you. I don't imagine the feeling's mutual. What are you looking at? I ain't quite sure. So what's wrong with you, you old fool? Go sleep it off, you drunken buffoon. Excuse me. I've excused you quite enough. Don't sleep it off, you drunk. Is that clear? Okay. هوسيا يحب آرثر بشكل كبير جدا لأنه يعتبر آرثر كابنه. زي ما قلنا سابقا هوسيا ربى آرثر لمدة طويلة جدا من الزمن، لذلك ترى الحب المتبادل بين الاثنين. وأيضا هوسيا قام بالتلاعب بالعائلتين اللي هو البريثويتس والجريز، وقدر بكلامه المعسول والحلو أنه يستفيد من الاثنين بشتى الطرق، وفعلا استفاد منهم بشكل كبير جدا. Dutch! Get out here! Get out here now! Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton! Let my friend go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Why would I do that? Come on, Milton! It's over! No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America! You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! Don't! No! God damn it! There's your deal, Dutch. Hosea. طبعا زي ما شفتوا في مهمة بنك الساندينيس اللي فشلت فشل ذريع والعصابة فيها خسرت خسائر كثيرة، للأسف راح نخسر هوسيا ماثيوز الأيقونة، وراح نخسره بطريقة بشعة جدا زي ما شفتوا. ايجنت ميلتون راح يقتله بطلقة بدم بارد جدا. هوسيا صراحة أبدا أبدا ما يستاهل يموت بهذه الطريقة. لاحقا سيدي آدلر استرجعت جثث ليني سامرز وهوسيا ماثيوز ليتم دفنهم في منطقة البلو ووتر ميرش. صراحة هوسيا ما يستاهل أبدا هذه النهاية. هوسيا الشخص الذهبي الأبو للعصابة والقائد الفعلي لها للأسف راح يفارق الحياة، ومن بعدها عصابة دوتش لم تعد كالسابق. مايكا أصبح اليد اليمنى لدوتش، ودوتش ما عاد صار يسمع لآرثر مورغان وأصبح يتجاهله، ومن تلك اللحظة كتب مصير عصابة دوتش للزوال. بالنسبة لي أنا في مين أشوفه قائد فعلي للعصابة؟ أنا شخصيا أميل أكثر لهوسيا ماثيوز. يعني شخصية هوسيا ماثيوز فيها شيء يخليها مقبولة وتكون مقبولة عند الكل يعني. وأيضا هوسيا ما يقوم بالشيء إلا لأسباب عديدة، يعني ما يقوم بالفعل إلا لسبب معين، عكس دوتش اللي يخربط في الدنيا. أيضا هوسيا ماثيوز ما هو مغرور. في المقابل دوتش يشوف نفسه فوق إنك تسأله، ويباك مخلص له بدون أي أسئلة. طيب شاركونا آراءكم في مين تشوفون القائد الفعلي للعصابة، دوتش ولا هوسيا؟ طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هد الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.